انتخابات رئاسية فرنسية يخيم عليها قضية الأمن والهجرة. الراعي ليس عيبا الإقرار بالفشل. إذا لم يتم إقرار قانون جديد السير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا. دريان، لا نحتاج إلى دماء وتهجير لنقول انتصرنا. ولقد بلغنا القرار الدولي رقم 1701 بعد حرب إسرائيلية مدمرة، فلماذا هذه العنعنات وخلق الزرائع للعدو؟ أهلا بكم. لا تضيعوا وقتنا واستثمروا أيامكم الأخيرة، فالباقي 24 دقة قبل أن تسقط المطرقة من أيديكم. زمنكم انتهى من زمن، فاستعجلوا إقرار قانون يحميكم من ثورة الناس. بدأ العد التنازلي 23 يوما بالتحديد. تجنبوا التمديد وغضب الجديد. وراكن وراكن والزمن قصير، الرب وقتكن يخلص. نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية ومنعا لاستباحة إرادة اللبنانيين. اضطررت تأجيلا إقال الجلسة مدة شهر واحد. تشهد فرنسا اليوم انتخابات رئاسية لاختيار الرئيس 11 للجمهورية الفرنسية الخامسة في دورة أولى من انتخابات غير محسومة النتائج وسط تدابير أمنية مشددة بعد أيام قليلة على اعتداء جديد في باريس، وفي ظل ترقب شديد حيال الغموض الذي يلف النتائج، ووسط منافسة حامية بين الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين والمحافظ فرانسوا فيون وممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. وبحسب استطلاعات الرأي يتصدر لوبين وماكرون المشهد، أما فيون وميلانشون فيأتيان في مرتبة أدنى. وسيتواجه المرشحان اللذان يحلان في طليعة نتائج الدورة الأولى مساء الأحد في الدورة الثانية في 7 مايو المقبل. وأعادت عملية الاعتداء في جادة شانزليزيه إلى الأذهان الخوف من الإرهاب في بلد واجه سلسلة اعتداءات بلغت حصيلتها 239 قتيلا منذ مطلع العام 2015، كما أعادت قضيتي الأمن والهجرة إلى صدارة الحملة الانتخابية. معطيات وزارة الداخلية الفرنسية أفادت أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم شكلت 28.54% عند منتصف النهار، وكانت نسبة الإقبال في التوقيت نفسه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012 قد شكلت 28.29%. للاطلاع أكثر على مجريات هذه الانتخابات ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الزميل جاد غصن. جاد، ماذا عن سير العملية الانتخابية الرئاسية حتى هذه الساعة، وهل من معطيات عن توجهات الناخبين الفرنسيين؟ كاترين، هنا الانتخابات جدا هادئة للغاية، على أن نسبة الاقتراع جيدة تعتبر، وهي توازي النسبة التي حصلت وتفوقها بنسبة قليلة منذ 5 سنوات كما ذكرتي. وهذا الأمر طبعا يعتبر كمؤشر جيد على نسب الإقبال التي غالبا ما تكون مرتفعة في الانتخابات الفرنسية، بما أن الانتخابات تخضع لنظام التسجيل، فكل ناخب يسجل نفسه قبل الانتخابات على أنه يريد الانتخاب. طبعا دائما هناك نسبة حوالي 20% لا تنتخب، ولكن لا تفوق نسبة هذه الأرقام كثيرا. الآن نحن عند 28.54%، وهذا مؤشر جيد على نسبة الاقتراع، ولكننا قمنا بجولة على 3 مراكز اقتراع هنا في باريس لا تستطيع أن تشعري بهذه الزحمة، فالطرقات خالية وهو نهار فرصة بكل ما يكلم من معنى. وطبعا ليست على شاكلة الانتخابات النيابية، حيث هناك مواكب سيارة للأحزاب أو للمرشحين
أو هناك ناس ترتدي قمصان مخصصة لدعم أي من المرشحين، هذه الأمور ليست موجودة في الانتخابات الفرنسية. فبالكاد سوف تعرفين مراكز الاقتراع، لأنه فقط داخل هذه المراكز رأينا هناك صفوف من الناس تقف وتنتظر دورها للاقتراع، ولكن الطرقات خالية. وحتى الإجراءات الأمنية التي تحدثت عنها السلطات الفرنسية، وهي نشرت 50,000 رجل من الأمن الداخلي إضافة إلى 7,000 من عسكري الجيش الفرنسي لحماية هذه الانتخابات، هي إجراءات ليست واضحة لكي لا تخيب الناخبين ولا ينتشر جو من القلق بين أجواء الناخبين، وخصوصا مع الاعتداء الذي حصل من يومين. والأكثر أن هناك اعتداء أو اشتباه بسيارة حصل في شرق فرنسا في مدينة بيزانسون، حيث أخلي مركز الاقتراع للتأكد من محتوى هذه السيارة وإن كانت فعلا مفخخة أو لا. وطبعا التقديرات تشير أن هذه الاشتباه كان فقط اشتباها ولم يكن هناك فعلا من أي تهديد جدي لأي مركز اقتراع، ولذلك الانتخابات مستمرة لهذه الأجواء. طبعا مؤشر نسبة الاقتراع والمؤشر الذي يتطلع عليها مختلف المراقبون لمعرفة إن كان هذا مؤشر على تقدم أحد المرشحين أم لا. فالانتخابات التي يجب أن تقارن بها هذه النسبة ليست انتخابات عام 2012 بل انتخابات عام 2002، لأن في تلك الانتخابات أيضا جان ماري لوبان والد مارين لوبان من الفرون ناسيونال كان أيضا مرشحا لتلك الانتخابات في مواجهة جاك شيراك وليونيل جوسبان من الحزب الاشتراكي. وقتها كل الترجيحات صبت في خانة شيراك وجوسبان للتأهل إلى الدولة الثانية، ولكن ما حصل هو إقفال مراكز الاقتراع عند نسبة متدنية للغاية لم تفوق كثيرا 80% من الأصوات، بينما هي تتخطى 80% في كثير من الأحيان. وكانت في مثل هذا التوقيت عندما الآن نقول 28.54% كانت في مثل هذا التوقيت عند 21.5% ما مكن جمالي لبنان من التقدم بشكل كبير. إذن المرشحين الذين حظوظهم ليست كبيرة ليسوا من المرجحين أن يتم انتخابهم عندما ترتفع نسب الاقتراع كثيرا خصوصا من الأطراف الحزبية، ولكن هذه الانتخابات مختلفة لأن كثرة المرشحين تنبئ بأن على الأقل واحد من المرشحين إلى الرئاسة الفرنسية مع انتهاء النهار لن يكون من الحزبين الأكبرين. وإذا تمكنت مارين لوبان أو ماكرون أو حتى ميلانشون من الفوز بالرئاسة الفرنسية بعد أسبوعين، سوف تكون هذه نتيجة الفوز الأول المستقل عن الحزبين الأساسيين في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، وهذا أمر أيضا نادر حصوله ويكون تلك مفاجأة. إشارة أخيرة كاترين، لأن نسب الإحصاءات التي حصلت منذ يومين كانت تشير إلى ماكرون يتقدم ب 23% مقابل مارين لوبان ب 22.5%، يليهم في يوم من عشرون ب 19% لكل منهما. ولكن يوم السبت أي بالأمس، وهو يوم تمنع فيه التصاريح السياسية لأي من الحملات الفرنسية، وأيضا تمنع فيه الإحصاءات، ذلك للحفاظ على نوع معين من قلة التأثير الانتخابي لأي من الحملات أو لأي من الاستطلاعات على رأي الناخبين. أجرى مركز دراسات بلجيكي وهو ليس فرنسي يحق له أن يقوم باستطلاع رأي أخير، استطلاعا لقياس درجة تأثير الاعتداء الفرنسي، الاعتداء الذي حصل في الشانزليزيه يوم الجمعة. وأشار طبعا الأحصاء البلجيكي إلى تقدم لوبان وفيون وليس ماكرون في آخر أحصاء، وذلك ربما يكون تأثيرا لهذه النتيجة، غير أن كثير من المراقبين الفرنسيين لا يوافقون الرأي على هذا التأثير. طبعا تبقى النتيجة لبعد الساعة 8 أو 9 في توقيت بيروت لمعرفة الفائزين بهذه الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية. شكرا للزميل جاد غصن، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. غرد رئيس لقاء الديمقراطية النائب بوريد جوبلاط تعليقا على الانتخابات الرئاسية الفرنسية أنه إذا انتصرت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في فرنسا فأن وحش القوميات والفاشيات يهدد وحدة ومستقبل أوروبا، اليوم مصيري للبشرية. أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خلال تلأسه قداس الأحد في بكركي إلى أنه ليس عيبا الإقرار بالفشل إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، ففي هذه الحالة يجب إجراء الانتخابات وفق القانون الساري مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي. إننا نصلي وندعو كي تتمكن القوى السياسية
والكتل النيابية والحكومة من إصدار قانون جديد ترضى عنه جميع مكونات البلاد. وإذا لم تتمكن بعد كل المحاولات فمرد ذلك أن مشاريع القوانين توضع على قياس الأفراد والمجموعات لا على قياس الشعب وكل لبنان، وفق معيار واحد للجميع وحده يؤمن التنافس الديمقراطي الحقيقي. هذا هو مفتاح التوافق على القانون الجديد. لذا إذا لم يتم إقرار قانون جديد لسبب أو لآخر ليس عيبا الإقرار بالفشل والسير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي. أما العيب والضرر الكبيران فهما الذهاب إما إلى التمديد بالمطلق وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإما إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسسات الدستورية. إن الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح بخضات إضافية تمنع المؤسسات الدستورية والعامة من القيام بواجباتها العديدة، ولا يحق لأحد أيا كان التلاعب بمصير لبنان وطنا وجمهورية ودولة، لأن لبنان ملك الشعب اللبناني لا ملك أفراد ولا ملك مجموعات، ورئيس الجمهورية هو الذي يحميه بحكم حلفه يمين الإخلاص للأمة اللبنانية وقوانينها والمحافظة على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه. في ذكرى الإسراء والمعراج، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يشدد على أن العيش المشترك والمؤسسات الدستورية والتلاعب بأمن الجنوب عناوين لا يمكن تجاوزها. ولقد بلغنا القرار الدولي رقم 1701 بعد حرب إسرائيلية مدمرة، فلماذا هذه العنعنات وخلق الذرائع للعدو؟ ثم يقال: لكن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع. وأنا أقول: ونحن لا نحتاج إلى دماء وتهجير وتخريب. نقول بعدها: إننا انتصرنا، وما دمنا قد انتصرنا على الأعداء 1000 مرة فالذي أريده أن ننتصر على أنفسنا ومطامحنا ومطامعنا ومكائدنا ولو لمرة واحدة. تحت شعار نركض للتنمية والسلام انطلق ماراثون صيد الدولي صباحا بعدما أعطى رئيس البلدية محمد السعودي الإشارة في حضور رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة ورئيس جمعية ماراثون صيد الدولية الدكتور ناصر حمود والنائب علي عسيران ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري ومحافظ الجنوب منصور ضو. ماراثون الصيد الدولي بدأ من المدينة الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي وامتد عبر الطريق البحرية على مسارات محددة للسباقات يصل أطولها إلى منطقة العاقبية في الزهراني ليعود مجددا إلى حيث انطلق عبر وسط المدينة. ومن بين المشاركين أكثر من 20 عداء محترفا بين أجانب ولبنانيين. نجحت الصيدا أيضا بالتحدي بأنه هذه الصورة النمطية صورة غايبة كليا عن حقيقة أهل المدينة وشو تاريخ المدينة، فلذلك شفنا اليوم أنه هذه المناسبة الأولى التي تقوم بها جمعية ماراثون، وشفنا هذا النجاح المنقطع النظير بعدد المشاركين وأيضا بالتنظيم. صيدا مدينة بتحب الحياة، صيدا كل ما يصير في عندها مشكلة بترجع بتقوم بتنفض الغبار توقف وبتمشي، وهذه إثبات تاني إنه صيدا عم تقاوم سلميا، عم تقاوم بالمحبة والسلام. الحقيقة في 17600 بلس بلس بلس
نحن كان الايم تبعنا ماكسيموم 15 وفادت، كنا عم نقول 15 ان شاء الله جيب 13 14، لا الحقيقه فوق ال 17. نحن بنشكر الكل والجميع اللي شاركوا والعدائين الاجانب والعرب. بعد الاعلان جنوح باخره على شاطئ صيدا. أهلا بكم من جديد. في صيدا جنحت باخرة قبالة الشاطئ بعدما علقت في الرمال وواجهت صعوبة في الإبحار مجددا، وقد بدأت الباخرة بالتمايل بسبب ارتطام الأمواج بها وتأثير الهواء عليها، وقد انتشرت القوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني على الشاطئ ويجري التواصل مع قبطان الباخرة وطاقمها لسحبها من الرمال وإعادتها إلى البحر. احتفال على شاطئ الرمل البيضاء في بيروت لمناسبة يوم الأرض العالمي. تحت شعار محو الأمية البيئية، أحيا عدد من الجمعيات الأهلية والبيئية يوم الأرض العالمي على شاطئ الرمل البيضاء في بيروت. الحفل تخلله تنفيذ نموذج حول كيفية إعادة تدوير جزيئات بلاستيكية تم جمعها من على الشاطئ عبر تجميدها بواسطة الأسمنت وتحويلها إلى ممرات للمشاة على شكل سلاحف بحرية يستخدمها المواطنون للوصول إلى البحر. الميكروبلاستيك اللي عم يطلع لنقدر نجمده لأنه ما بتقدر ترجع تصنعه مخلوط بكتير زبالة، بنرجع منصنعه بمواد كونستراكشن. هيدا المشروع عملناه كرمال هالشط اللي إن شاء الله بده يصير محمية، ونقينا الأملام تبعه أو الرسمة اللي عم نعملها هي الزلحفة، لأنه هيدا الشط هو الشط بيجوا عليه الزلاحف ليبيضوا. طبعا مش كافي هذا اليوم يوم بالسنه، لازم يكون كل يوم هو يوم الارض، لانه هالارض اللي عايشين عليها دائما بنقول مش بس لنا، ما نكون انانيين، هيدي كمان للمستقبل، لاولادنا، لاحفادنا من بعدنا. الرمل البيضاء احتفلت كما جرت العاده بيوم الارض، لكن هذا العام كان الحفل بحضور وحش اسمنتي حل ضيفا ثقيلا على الشاطئ ورواده. بعد الإعلان، كوريا تهدد أستراليا. أهلا بكم من جديد. تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز لمناسبة ذكرى جلاء الفرنسيين عن سوريا، وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى قول غوتيريز في برقيته: إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع. وصف الناطق باسم وزير خارجية كوريا الشمالية تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب بالقمامة، وقال: إذا استمرت أستراليا في اتباع السياسات الأمريكية الهادفة لعزل وخنق كوريا الديمقراطية، فسيكون ذلك بمثابة تصرف انتحاري منها، داعيا إياها إلى التفكير ماليا بعواقب هذا الأمر وما قد ينتج عن الولاء لأمريكا، ومهددا إياها بضربة نووية. وكانت بيشوب قد صرحت أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكل تهديدا خطرا لأستراليا. كان في هذه النشرة انتخابات رئاسية فرنسية يخيم عليها قضيتا الأمن والهجرة. الراعي ليس عيبا الإقرار بالفشل. إذا لم يتم إقرار قانون جديد السير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا. داريان لا نحتاج إلى دماء وتهجير لنقول انتصرنا. ولقد بلغنا القرار الدولي رقم 1701 بعد حرب إسرائيلية مدمرة، فلماذا هذه العنعنات وخلق الزرائع للعدو؟ لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.